شفنا جيم 2 كنا متوقعين، او يعني البعض كان متوقع ان لاعبات النادي الاهلي النهارده ينزلوا مشدودين عايزين يكسبوا الماتش بشده او بتوتر او بفكره ان هم ما يبقوش مرتاحين، ولكن على العكس شفناهم بيكسبوا باريحيه شديده، ويمكن ده انعكاس المجهود طبعا او انعكاس شخصيه المدير الفني كابتن ابراهيم. زي ما احنا شفنا كان بيتسم بالهدوء حتى بعد المكسب، يعني شفناه بيبتسم ابتسامة برضو هادية مش عايز يحتفل احتفال كبير، ولكن شفنا الحقيقة ان الهدوء ده كان موجود النهاردة في أرض الملعب. السؤال اللي رد على نفسه كابتن إبراهيم، هو هادي، شخصية هادية، ودايما في تحت الضغط هو بيشوف المشاكل فين. فكرة ان هو يقرأ جيم خسر منين بشخصيته المعتادة الهدوء، شرح للبنات ان احنا افضل بكتير جدا، حاجات تكتيك قليلة جدا شرحها لهم هيغيرها وهيظبطها وهيحفظهم عليها، ادى ثقة للبنات اللي هي اوريدي موجودة. يعني الماتش اللي فات هم لوحدهم عارفين ان هم ما كانوش كويسين ومش هتتكرر تاني الحكايه دي. ثقه من الجهاز في اللعيبه وثقه من اللعيبه في الجهاز ان هو يقول لهم على الطريقه المناسبه اللي هيلعبوا بيها المباراه الجايه، خلت فيه نوع من الهدوء. حته الثقه المتبادله دي بين الجهاز وبين لعيبته مهمه جدا. احنا من بره الفرقه واثقين في كابتن ابراهيم ان هو بيشوف المشاكل فين ويحلها، وله فكره دايما بره الصندوق. هو عمل كده النهارده، ثقه اللعيبه فيه ادتهم الهدوء دي. طبعه طبعا هو هادي للدرجه ان احنا فرحنا لما هو ضحك بعد بعد النتيجه، ببارك له طبعا ومبروك، وان شاء الله باذن الله يفرحنا اكتر واكتر في الكاس وفي بطوله افريقيا ان شاء الله يا كابتن.